السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلتكم سلسلة علوم التربية. إذن بعدما انتهينا من الحلقات الخاصة بنظريات التعلم، تعرفنا على مجموعة من النظريات السلوكية، الجشتالتية، البنائية، السوسيوبنائية وأيضا المعرفية. في هذه الحلقة وما سيأتي من الحلقات، سبع حلقات تقريبا، سنتعرف على مجموعة من البيداغوجيات الحديثة التي سبق وأن تحدثنا عنها عندما تحدثنا عن المقاربة بالكفاية. قلنا بأنها تأسست على مجموعة من النظريات ومجموعة من البيداغوجيات الحديثة. لكن قبل أن أدخل في صلب هذا الموضوع، أحب أن أجيب عن أسئلة أو تساؤل أراه هاما وجدته في كثير من التعليقات وأيضا في كثير من الرسائل على الخاص، وأيضا طرح ربما في البث المباشر، وهو ما علاقة البيداغوجيات بالديداكتيك. طبعا الكل الآن يسأل عن حلقات الديداكتيك، الكل مستعجل، وللأسف فعلا لا نجد في اليوتيوب ولا حتى في الملخصات، ولا نجد فيديوهات، لا نجد ما يفيدنا في مجال الديداكتيك، في حين في علوم التربية في النظريات وأيضا في البيداغوجيات وفي المفاهيم ربما نجد بعض الشيء وإن كان لا يفي بالغرض. طيب، أنا أقول لكم بأنه لا يمكن بتاتا أن نمر إلى الديداكتيك دون أن نفهم البيداغوجيات، لأن الديداكتيك هو تطبيق لهذه البيداغوجيات. إذا لم نتعرف على بيداغوجية حل المشكلات الفارقية، التعاقد، اللعب، بيداغوجية الدعم وغيرها من البيداغوجيات، لا يمكننا أن نتحدث عن شيء اسمه الديداكتيك. فإذا الديداكتيك هو تطبيق لهذه البيداغوجيات، هذه البيداغوجيات هي ما نعمل به في القسم. يعني فاش كنوجد الدرس ديالي، او فاش كنكون كندوز الدرس ديالي، او فاش كندير التقويم لذاك الدرس، فانا اشتغل بهذه البيداغوجيات. اذا نتمنى تتبعوا معايا ان شاء الله تعالى هذه الحلقات السبع واللي غادي يكونوا في هذه الايام القريبه ان شاء الله تعالى. بعدها ننتقل مباشره الى الشق التطبيقي والعملي مع الديداكتيك. اذا قبل ما نبدا في الموضوع ديال اليوم ان شاء الله تعالى، اللي يلا التحق بالقناه مرحبا به، وادعوه الى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، تسجيل الاعجاب والتعليق على الفيديو، وايضا مشاركه رابط الحلقه تشجيعا لنا للاستمرار في نشر المزيد المفيد. على بركه الله نبدا بتعريف بيداغوجيا حل المشكلات. ما هي بيداغوجيا حل المشكلات؟ هي بيداغوجيا حديثة تتمركز حول المتعلم، حيث تسعى إلى وضعه أمام مشكلة مستمدة من محيطه السوسيوثقافي ودفعه إلى استدعاء موارده المختلفة لإيجاد الحل. لاحظوا معي التعريف. إذن هي بيداغوجيا حديثة تتمركز حول المتعلم، وهذا ما قلناه في الكفايات. الكفايات جاءت لتجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية. تسعى إلى وضعه أمام مشكلة. إذا المتعلم ما كيبقاش مجرد آلة أو مجرد وعاء خاوي كنجيو كنبداو نمليو عليه، وإنما نضعه أمام مشكلة وكنخليه هو يوظف كاع داكشي اللي عنده، كاع دوك المعارف السابقة، التمثلات ديالو، داكشي اللي تعلمو في الدار من الإعلام، القدرات العقلية، المهارات ديالو، كل هذاك الشيء يستورده او يستدعيه باش يلقى الحل. وطبعا الاستاذ كيبقى هو المشرف والموجه والمساعد للتلميذ باش انه او التلاميذ باش انهم يلقوا الحل هذيك الوضعيه. تعمل هذه البيداغوجيه على ما يلي: وضع المتعلم في مواجهه مشكله ومطالبته بالحل، تقديم فرضيات الحل ومناقشتها مع جماعه القسم. اذا مباشرة بعد ما كنعطيو المتعلمين واحد الوضعية مشكلة، كنبداو في تسجيل الفرضيات. طبعا المتعلمين هما اللي كيسجلوا الفرضيات وتسجل على السبورة. فاش ننتقلوا للديداكتيك غادي نناقشوا كيفاش نسجلوا
كيفاش نقسموا اولا السبوره وكيفاش نسجلوا هذه الفرضيات فيها. من بعد التفاوض حول معايير معينه انتقاء الفرضيه الصحيحه. غادي نتفق مع التلامذ على كيفاش غادي نوصلوا للفرضيه اللي صحيحه من ثلاثه ديال الفرضيات او جوج او اربعه او اكثر. ثم كنشتغلوا كنبداو نشتغلوا في الدرس ديالنا، نشتغل على الانشطه التعلميه للوصول الى الحل. علاش؟ لان الدرس ديالنا هو اللي غادي يبين لنا دوك التعلمات، دوك الانشطه اللي غنديروا هما اللي غادي يبينوا لنا اي الفرضيات اصح. واخيرا فحص الفرضيات وتاكيد الصحيح منها. في الاخر كنحسموا بان هذه الفرضيه صحيحه وبان اكثر من فرضيه صحيحه وبان باقي الفرضيات ليست صحيحه. ننتقل الى الوضعيه المشكله وانواعها. طبعا حينما تحدث عن بيداغوجيا حل مشكلات نتحدث عن الوضعيه المشكله، والان اصبحت الوضعيه المشكله من الامور التي يركز عليها المفتشون، اللجان، حتى في المراكز، يعني في مراكز التكوين ان شاء الله تعالى ملي تدخلوا لمراكز التكوين غتلقوا بانه كاين واحد الحرص شديد وكاين واحد الاهتمام كبير بالوضعيه المشكله. اذا شنو مقصود بالوضعيه المشكله؟ الوضعيه المشكله هي استثاره المتعلم للشعور بوجود مشكله ما، ثم تحديدها ومحاوله ايجاد حل لها من خلال استدعاء القدرات والمهارات والمعارف السابقه. اذا تقريبا نفس التعريف مع اختلاف الالفاظ، هو اننا كنحاولوا نستفزوا المتعلم، استثاره المتعلم، نستفزوا باش انه يحس بانه كاين واحد المشكل فعلا، وبان هذا المشكل مستوحى من واقعه، من محيطه، كما قلنا محيطه السوسيو ثقافي، ماشي وضعيه افتراضيه انما وضعيه حقيقيه. ثم تحديدها، انه يستطيع يحدد اولا هذه المشكله ثم يلقى لها الحل من خلال استدعاء القدرات والمهارات والتمثلات السابقه. انواع الوضعيه المشكله، لدينا ثلاث انواع للوضعيه المشكله. الوضعيه المشكله الديداكتيكيه هي باش كنبداو الدرس، يلي كتسمى الوضعيه المشكله الديداكتيكيه. ثم الوضعيه المشكله الادماجيه ممكن نديروها وسط الدرس، يعني كنقرا واحد النشاط او جوج انشطه من الدرس وكندير واحد الوضعيه الادماجيه باش نشوف المتعلم واش استوعب هذاك الشيء اللي قريناه ولا مازال ما استوعبوش، واش قادر انه يوظفه ولا ما قادرش يوظفه. واخيرا او ثالثا الوضعيه المشكله التقويميه هي اللي كنديروا في الامتحان. الا لاحظتوا بان الامتحانات الان، حتى الامتحانات ديال ولوج المراكز، يعني الامتحانات اللي غدوزو نتوما، راه اول شيء غادي تلقاه هو الوضعيه التقويميه. هذه تسمى وضعيه مشكله تقويميه. ايضا في المراقبه المستمره في الامتحانات الاشهاديه دائما كاينه الوضعيه المشكله التقويميه. ننتقل الى شيء اخر وهو شروط الوضعيه المشكله. اولا ان ترتبط بكفايه معينه، بمعنى كنعطي المتعلم واحد الوضعيه يلقى لها الحل باي هدف او لاي غايه، لانها مرتبطه بكفايه معينه، والكفايه لا تتحقق في درس كما قلت سابقا، وانما تتحقق يا اما في نهايه الموسم الدراسي، يا اما في نهايه واحد الوحده دراسيه، يا اما في نهايه سلك دراسي. من الشروط ايضا ان تكون مرتبطه بواقع المتعلم. متعلم عايش في واحد الوسط قروي كنجيب ليه وضعيه مرتبطه بهذاك الوسط. عايش في واحد الوسط فيه مجموعه من الظواهر كنجيب ليه وضعيات من هذوك الظواهر اللي كيعيشها وكيفهمها كيستوعبها هو. ان تدور حول عائق او صعوبه معينه يمكن التغلب عليها، بمعنى ما تكونش سهله. متعلم ماشي نعطيه ذهبت زينب مع احمد واشتروا كذا ورجعوا، اذا شحال شاط لهم، يعني ما تكونش وضعيه سهله وفي نفس الوقت ما تكونش فوق طاقته. اذا من الشروط ديالها لا تكون سهله ولا تكون صعبه، وهذه هي الاشاره الى لاحظتوا اشاره يمكن التغلب عليه، بمعنى في مستطاع وبمقدوره من المتعلم قادر انه يتغلب عليها ويتجاوزها. من الشروط ايضا ان تحفز التلميذ على استثمار مكتسباته السابقه وادماجها، كتحفزه وكيولي نشيط في الدرس، ما كيبقاش الملل، كيولي هو متحمس انه يلقى الحل. ان تكون عباره عن موقف او تجربه حياه يمكن للمتعلم ان يدركها
ويمكن له أن يعيشها. بمعنى كنقول ليه واحد الوضعية اللي ممكن مر منها أو ممكن يمر منها. يعني أعطيه واحد الشخص وقع ليه واحد المشكل أو وقعت ليه واحد تجربة فكتكون حقيقية أو مستوحاة من الحقيقة الواقعية، وأيضا أن تكون عبارة عن مشكلة تثير الحيرة والإحراج. المتعلم كيتحمس أنه يمتى يوصل للحل، كيوقع ليه مشكل يرتبك تضطرب معارفه، واش فعلا هذا الشيء صحيح واش ما صحيحش، واش فعلا ممكن يكون الحل واش ما يكونش، باش يتشجع أنه ينخرط في بناء الدرس. أن يكون فيها المتعلم فاعلا أساسيا، إذن الفاعل الحقيقي والأول والأساسي هو المتعلم فيها. الأستاذ أو المدرس كيبقى الدور دياله التوجيه والإرشاد والمساعدة. وأيضا أن تكون جديدة بحيث لم يسبق للتلميذ أن واجهها. إلا أعطيت واحد الوضعية اللي سبق أعطيتها ليه في شي حصة أخرى، ربما غادي تجيه باردة وما غاديش يتفاعل معها، أو ربما عارف الفرضية الصحيحة ديالها. خطوات التعامل مع الوضعية المشكلة. هناك مجموعة من الخطوات لا بد من اتباعها للوصول إلى الحل ولتحقيق الغاية من الوضعية المشكلة. أولها قراءة الوضعية وفهمها، يا إما كنعرضها بالداتا شو، يا إما كنعطيها للتلامذة مكتوبة، يا إما كنكتبها في السبورة، يا إما مسموعة، يا إما صورة، يا إما أي طريقة ممكن أن المتعلم يقراها ويفهمها. تحديد المشكلة، كنحددوا المشكلة هي الأولى. أي وضعية تكون فيها مشكلة حقيقية. صياغة الفرضيات ديال الحل، شنو ممكن يكون الحل ديال هذه المشكلة. فحص تلك المقترحات في إطار مجموعات أو في إطار جماعة القسم أو في إطار عمل فردي. كنقول للمتعلمين كل واحد يعطيني فرضية، أو كل مجموعة يعطيني فرضيات، أو القسم كامل يعطيني فرضيات، ونفحصوا هذوك الفرضيات وندرسوها. وأخيرا تمحيص الفرضيات للوصول إلى الحل. أهداف بيداغوجية حل المشكلات. علاش جات هذه البيداغوجية؟ قلنا بأنها بيداغوجية حديثة وتتناسب مع التدريس الكفائي أو التدريس بالكفايات. أولا لربط التعلمات بالواقع والمحيط الذي ينتمي إليه المتعلم. ما يبقاش المتعلم كنقريه شي حاجة بعيدة على الواقع دياله، بعيدة على المحيط دياله. إذن كنعطيه هذاك الشيء اللي كيعيش مستوحاة من واقعه ومحيطه. الاشتغال على تنمية الكفايات بدلا من حفظ المعارف. كنشتغلوا على واحد الكفاية أنها تحقق، مثلا كفاية التفكير، كيفاش المتعلم يبدا يفكر ويبدا يلقى الحلول لراسه. هذه من الأمور، يعني من الكفايات التي تستهدفها هذه البيداغوجية. تشجيع العمل الجماعي والمقاربة التشاركية. فاش كنعطي للمتعلمين وضعيات، ربما تكون عندي حصة نشتغل على بزاف ديال الوضعيات، أو فقط وضعية واحدة، بالتالي ما كيخرجهاش تلميذ واحد وإنما كيخرجها الفصل بمجموعه أو المجموعات بأفرادها. أن تكون التعلمات بمثابة إجابات لإشكالات حقيقية وواقعية. فاش كنعطي للمتعلم واحد المشكل مستوحى من الواقع، هذاك الدرس في الاخر كنوصلوا لواحد الفرضية صحيحة، كأنني كنعطي إجابة لهذه الإشكالات اللي موجودة في الواقع، وبالتالي التعلمات ما كتبقاش تعلمات فرضية وإنما كتولي تعلمات وظيفية تدمج في الحياة العامة. إكساب المتعلم شخصية متزنة ومرنة من خلال تربيته على الاختيار، كيولي هو اللي يختار، كيولي حس بأنه عنده حرية وبأنه كائن عاقل، وكيولي إنسان متزن. تنمية روح المنافسة الشريفة بين المتعلمين. المتعلمين طبعا كتوفر لهم الأجواء باش أنهم يتحمسوا شكون فيهم غادي يلقى الحل وشكون فيهم غادي يحدد المشكل، فكتولي واحد المنافسة اللي هي محمودة ومطلوبة في التعلم. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. انتظروني في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى عما قريب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.